قمة العطاء أن تفني نفسك من أجل المحبوب. يعني وكواقعة الموت هسه أنا فاهم أعرفها، يعني ما أصبحت مجهولة بالنسبة لي، يعني ما يتوقف الأعضاء بس نجي جسم الإنسان بعد ما يتنفس، قلبه ما يدق، عقله بعد ما يشتغل، جهاز اللا إرادي كله يتوقف فيموت الإنسان. ما أعرف شنو راح يصير بالنسبة لي ما بعد الموت، ما أعرف شنو راح يصير بعائلتي بعد ما أموت. رسالة إلى الإنسانية، أنقذوا الإنسانية. التعامل بين الإنسان والإنسان ما عاد تجربة جديدة، نحن نملك إرث حضاري يمتد عشرات الآلاف من السنين، ربما مرحلة التدوين بدأت قبل 8000 سنة، ولكن أو المسنة وجدت في هذه الفترة من 4000 إلى 7000 سنة، ولكن الإنسان موجود منذ القدم. عندما أراد الله أن يعرف خلق الإنسان، عندما أراد أن يعرف الناس بذاتهم بعث الرسل، بعث الأنبياء. فهذا التوالي بمهمة الإنسان كخليفة لله تعطيه من المشروعية لأن يكون هو وجود حقيقي لله. فالله لا يظلم، لا يعذب، لا يكره من خلقه، لا يخرب نظامه، بل يضع نظاما. فالإنسان يحتاج أخيه الإنسان، هذه رسالتي للناس.